بقى تكون فاكر نفسك لسه رحيم بتاع زمان. مفيش حد بيفضل على حاله. سلام وقولا من رب رحيم. اقف في مكانك. انت مين؟ انت اللي مين؟ طبعا اكيد في غلطه. غلطه ايه يا دكتور عزيز؟ مش هي دي البنت اللي كانت نايمه في السرير ده؟ يا دكتوره ممكن تكون هي البنت. الاطفال في السن ده بيبقوا شبه بعض. نتاكد الاول. انت مين وعاوز ايه؟ بره مني يا حسين. انا هارون الملك عم ابنك حسن واخو جوزك حسين. ايه انت جننت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انا ما شفتش منهم حاجه وحشه، بس كمان شفت في البيت حاجات غريبه قوي. لو احتجتيني انا موجود، واكيد هتلاقيني. الدنيا اتغيرت واللي كنت فيه راح ومحدش هيقبلك. انت مش فاهم انت عملت ايه؟ ابني اللي عشت طول عمري اربيه ضنايا، انت خربت لي حياتي. يا بنتي انا انسان عادي وعارف ربنا كويس وقادر اني احميكي، بس بارادتك. انا ما صدقتش ان قالوا لي انك كده. قلت بقى ما عنديش وقت اضيعه، اللي جاي مش قد اللي راح. في امان الله وحفظه. بنرحب بحضراتكم معانا النهارده في بيت السفير عزيز. الحقيقه بيت السفير عزيز النهارده عنده ضيوف مميزه جدا. عندنا نجم مميز له بصمات مميزه ومختلفه دايما في اعماله، يعني اول ما تتفرجوا عليه كده تعرفوا ان العمل ده هيكون مختلف وهيكون حلو، سواء بقى كان كوميدي، تراجيدي، شر، يعني بيليق عليه كل الشخصيات وكل الادوار وبيعرف ان هو يتقمصها بسهل الممتنع، يعني مهما كانت صعبه بيتشربها وبيتفهمها وبيلبسها زي ما بيقولوا كده، لانه بيمتلك الحقيقه موهبه كبيره جدا وعنده طاقه تمثيليه متفجره يعني ملهاش حدود. نقدر نقول عليه كده ان هو يعتبر الجوكر، الجوكر لاي عمل بيتواجد فيه. النهارده هنكتشف عنده بقى جوانب يمكن انسانيه وخفيه كجمهور وكمتفرجين ومحبين له، وهنتعرف معاكم على نصه الحلو، نصه الثاني عن قرب. هنعرف الفن اخباره ايه، الجواز اخباره ايه، الحب اخباره ايه، الحياه الاجتماعيه اخبارها ايه، مين بيدعم مين. هل سهل الواحد يكون متجوز فنان وله معجبات وله يعني محبات وله فانز كتير زي ما بيقولوا، ولا الست لازم تكون بتلعب دور رمانة الميزان، تعرف امتى تغير وامتى لا تحتوي وامتى ترخي الحبل شويه وامتى تدلع. الحقيقه النهارده منورنا في بيت السفير عزيزه فنان محبوب لدى الجميع صغيرين وكبار، هو النجم الرائع إيهاب فهمي وزوجته الجميله الملائكيه يسرى. منورنا. ميرسي. مبسوطين جدا جدا ان انتم موجودين معانا. وبعدين لما جاسي بتقول كده ايه رمانة الميزان، ايوه يسرى راحت رافعه حاجب كده ووافقتها مش كده برضو؟ اه طبعا. طب تعالوا نبتدي بقى من الاول خالص وقولوا لنا كده ايه عن قصه الحب اللي ما بينكم، لانه واضح كده الحمد لله، انا مش بقول اهو برس الخشب ان في حب متبادل. اولا قلنا بقى اتقابلتوا ازاي؟ ميرسي طبعا على الكلام الجميل اللي اتقال ده في حقي وفي حق يسرى، واشكركم وانا سعيد ان انا موجود مع حضراتكم. ده في البدايه. البدايه دايما في اي شيء بتبقى يعني لما الانسان بتيجي في حياته مراحل كتيره جدا. لما تيجي بدايات بقى بعد خبرات وبعد حاجات كتيره في الحياه بتبقى ليها طعم احلى وبتبقى ليها وجود اقوى. دي قصة يعني دي المقدمة اللي بدأت بيني وبين يسرى. لحظة دايما بقول ربنا أراد إن أنا أشوفها في حياتي. اتقابلتوا إزاي؟ إيه؟ اتقابلتوا إزاي؟ اتقابلنا في انتخابات نقابة المهن التمثيلية. الأول دورة كنت أنا أخشها. وكنت يمكن أنا بعيد عن الانتخابات خالص، ويمكن أول مرة أجتمع في هذا الجمع الكبير جدا. فربنا يعني جعلها كده في وشي يعني. مامتها ممثلة زميلة مدام سميحة عبد الهادي، وهي كانت ممثلة يا بوب ويسرى كانت ممثلة يا بوب. ممثلة. هنحكي الموضوع ده. انا منتظرة هنمنتجوا هنمنتجوا مش هنحكي. وبعدين قابلنا بعض على باب اللجنة. وبعدين في قرب نهاية يعني اعلان النتيجة بتقول لي انت قلقان من ايه؟ فقلت لها لا مش قلقان عادي يعني الموضوع عادي. قالت لي لا انت هتنجح كمان هتكتسح يعني. فمن هنا بدات بقى العلاقه اول شراره يعني. أوكي. والحقيقه بعد اهتمامي بالنتيجه يعني بعد النتيجه ما بقاش فيه اهتمام عندي النتيجه قد ما بدور هي راحت فين.
يعني الست دي راحت فين؟ ده حب من اول نظره يعني. فاهم هي النظره فابتسامه فلقاء فحب فخطوبه فزواج تميمه يعني تميمه الحظ فهي يعني هي لحظه ربنا ارادها لكن في النهايه هو اختيار من الله طبعا. وانا يعني انا بقول ان زي ما كده حضرتك تفضلتي وقلتي هي رمانه ميزان، هي دافع قوي جدا في حياتي، هي زي ما بيقولوا عين واعيه جدا بالنسبه لي. هي ست الحقيقه عندها عطاء بس هي بتعطي. انت كنت قلت عليها ملكه الروح والعقل والقلب. ايوه طبعا ملكه فعلا روحك وعقلك وقلبك كل حاجه يعني. هي بصي احنا بشر، كل الناس بيبقى عندها خلافات، عندها حاجات لطيفه. يسرى عندها ذكاء في التعامل، انا بقول لك في خبرات الحياه اللي انا شفتها. يسرى عندها ذكاء بالنسبه للست انا ما شفتوش. هي عندها قدره رهيبه على استيعاب الموقف وبعدين تاخد حقها بهدوء، عارفه على نار هاديه كده يعني. طب معلش يسرى، انت موافقه على كل الكلام اللي قاله ده؟ هو ده احساسه اكيد. انا لا بصي ايوه بس بيحسسك بيديك الاحساس ده ولا لا؟ لا صح يعني دايما فعلا في قصص الحب الواحد بيبقى دايما عايز يعرف القصه من الناحيتين يعني. طبعا. هو بتبقى قصه ذو وجهين. طبعا. انت جالك نفس الاحساس لما شفتيه قلتي هو ده الراجل اللي انا هتجوزه؟ بجد؟ وبعدين هي عنده ضحكه مميزه طفوليه بس أيوة يعني بريئه بس شقيه. ايوه بالظبط كده يعني بيسرقك بطريقته يعني هدوءه بضحكته يعني عنده حاجات كتير مميزه تقدر ان انت لما تشوفيه تنجذبي له على طول. طب انت لما روحتي اتكلمتي معاه يوم النقابه ده كنت قاصده يعني انك لا خالص خالص كنت عادي يعني بتتكلمي ايوه حاجه كده من عند ربنا انا بقول له انت هتنجح وخلاص ما كانش فيه اي حاجه. ما فيش ترتيب بس مش عارفه ايه اللي خلاني برضو قلت له كده لقيته متوتر بالزياده فبقول له انت ناجح انت ليه متوتر؟ متوتر يعني قلت له لا انت هتنجح بجد. زوجة الفنان اكيد بتبقى لما عارفه ان هي هتتجوز فنان بتدور في خيالها حاجات كتيره جدا. شغله، معجباته، مواعيد تصويره، الفن في حد ذاته بيكون حاله، انت عرفتي تتوائمي مع هذه الحاله وتركبي الموجه معاه زي ما بيقولوا كده؟ طبعا كل حاجه بيبقى ليها ضريبه. فانت هتخشي على حاجه فانت عارفه هتواجهيها ازاي. طبعا في الاول بتبقي يعني بتحاولي تتخطي حاجات كتير قوي تبقى صعبه لاني بضغط على نفسي في حاجات في الاول. بس بعد كده قدرت اتداركها وقدرت اصعب حاجه يعني تحديتيها وقدرت ان انت تتخطيها. تحديت نفسي إيه؟ طبعا في حاجات إيه؟ كتير قوي. ايه مثلا؟ يعني انا اصلا يعني انا برج الثور. برج الثور من مميزاته ان هو غيور جدا. انا قدرت انهي على ان انا اكون غيرانه. في الاول مثلا لما اغير او اتوتر او اي حاجه انا يا زي ما بيقول عليا انا يعني بخاف اتكلم لان انا صريحه جدا بالزياده. يعني شبه انك بتحدفي طوب يعني حتى في الحلو او في الوحش. انا يعني ممكن اقول لك اصل ده شكله مش معرفش امسك نفسي في ان انا ما اقولكيش الحاجه الوحشه او الحلوه. ففي الاول خالص كنت طبعا بغير جدا بس بعد كده قدرت ان انا اكتم ده جوايا شويه شويه. بعد كده ابتديت ان انا اتعامل بهدوء. طب ايهاب بقى اربع شخصيات في واحد بتتعاملي مع اربع شخصيات؟ مش اربعه هم 10 في واحد معلش. ليه انت برجك ايه ايهاب؟ انا احلى برج الجوزاء. جوزاء انا اول ما قالت اربع شخصيات اربع فصول في اللحظه. هو مودي جدا يعني انا بقوم متضايق مني يعني بقوم من النوم متضايق مني انا مش عارفني. الله يكون في عونك يا يسرى. ما هو ده برضه اللي بقول لك عليه يعني بقول لك عليه ان ده ذكاء. طبعا هي بتعرف تستوعب ده يعني هي التحول الكثير اللي في حياتي بجانب ضغوط الحياه بجانب الشغل بجانب طبعا. يعني انت في طول النهار في التمثيل عموما يعني بيبقى في نوع من انواع الضغوط الفكري أكيد. والمعنوي هي الحقيقه بجد بتمتص ده بذكاء شديد جدا. وبعدين تصديقا على كلامها هي صريحه جدا يعني من الحاجات اللي انا دايما بتكملني فيها ان احنا قد يكون عندنا بعض التجميل في الاشياء. الحنكه في الردود، الحكمه في الردود. هي الحقيقه يعني انا بحاجه ما بعرفش اقولها هي بتقولها. يعني انا يعني يعني طب ده حلو لان انتوا بتكملوا بعض. بالظبط بتكملوا بعض. طب مش فاكر ايه موقف حصل ويسرى غارت فيه وانت تعاملت مع الموقف ده ازاي؟ لا هو ايهاب بصراحه في الموضوع بتاع الغيره هيردد بدالك. انا هرد مكانه عشان هم يعني في حاجات كتير قوي بتحصل يعني دايما حتى في ناس معجبات مثلا تيجي ما نعرفهمش يعني مثلا لو صحابنا اوكي لكن ناس ما نعرفهمش تيجي تروح مثلا حضنها وهي بتتصور
طب اوكي لو احنا اصحاب عادي، لكن انا مثلا ما اعرفكش. طب انت بتتصرفي ازاي؟ لا بسكت عادي، بضحك مثلا لو قاعدين معانا اصحابنا يقولوا لي بصي اقول لهم عادي يعني خلاص اتعودت. في حد بيبقى بيحب الفنان او النجم بيحبه بجد يعني، بيبقى هو شايف ان هو ايقونه بالنسبه له فبيبقى عايز يعمل كده، نوع من التودد. خلاص فهمت يعني ما فيش حاجه. وبالتالي ما بتضايقش، لان ايهاب بيعرف يحافظ على دي. ممكن مثلا يبعد او يعمل يبص لي ان انا اجي لو في حد بيكلمه، ان انا اجي اتدخل في الموضوع. لا بصراحه هو بيحافظ على المساحه دي، ان احنا ما يبقاش فيه من اول يوم ولا بعد. لا 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 على طول كده. هو ده اللي انك غصب عنك. في ناس بتبقى بتتصرف تصرف هي بتخش في الوقت المناسب السليم. لكن عايز اقول لك يعني برضو عشان اكون صادق، الراجل زي ما تقول الست لها الحقوق انها بتتصرف صح. الراجل هو بيعطي هذه الفرصه للاحترام. يعني انا لو انا مش عفوا لو انا بتصرف بعدم احترام هي ردودها هيبقى فيها عدم احترام طبعًا. لكن انا برد باحترام بتصرف باحترام فهي بترد باحترام. لكن وعندها الفرق، هي بتعرف تفرق كويس قوي بين الشخص اللي مش قصده حاجه والشخص اللي قصده حاجه. طب لما تتخانقوا او تختلفوا مين بيصالح مين؟ مين بيبادر ان هو يصالح التاني؟ انا بجد. برافو عليك والله، برافو عليك. انا بحترم جدا القصه دي. لا عشان هو اللي بيبقى غلطان على طول. ده موضوع تاني بقى. يعني هو هيبقى غلطان لازم هو اللي يصالحني. لا انا ببقى غلطان على فكره، بروح اصالحه طبعا برضه. انا مش برضه المساحه دي اللي انا بقول لحضرتك، المساحه الخبرات. الخبرات بتعلمك ان مش مهم مين غلطان، المهم ان احنا ما يبقاش بينا خلاف. طب يعني انا عايزه ابخركم وعايزه يعني اعمل حاجه، لان ايه الحمد لله. آه يعني خلي بالك بقى يوم الخميس الساعه 5 و5 و5 تخافوا من الحسد؟ خالص لا. طب عاملين تقسيمه مثلا قبل ما تتجوزوا كده، مين دوره ايه؟ مين مسؤول عن ايه؟ يعني هل يسرى هي وزيره الماليه مثلا في البيت، هي اللي ماسكه البادجت كلها، انت ماسك التخطيط الكلي بتاع مثلا سفرياتكم خروجاتكم علاقاتكم الاجتماعيه الحاجات دي؟ انا مش هجمل اي حاجه. انا ما بعملش اي حاجه. ترمي كل المسؤوليه عليها خالص. انا ما بعملش اي حاجه. انا 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 بمثل يعني انا بشتغل. انا بشتغل بس. لكن عمرك حتى مثلت على يسرى؟ يا فندم عمرك مثلت على يسرى؟ لا بس هو ممكن ما بيعرفش اصلا. ده انا ما يعرفش. هو عنده حركات معينه اول ما بيعملها اقول له بتعرفني من عينيا من من ضحكتي من خلاص، فما مكشوف قوي. لكن لا انا فعلا بس برضو عايز اقول الجمله تتقال صح. مش مساله ان انا متكاسل او ان انا لا، انا ثقتي فيها وايماني التام ان انا ان عين صادقه وانها حمياني، هي بتحميني. بسلم يعني ما بشيلش هم التفكير في اشياء حياتيه. بنختلف بس في النهايه أكيد. عشان اكون صادق بنسبه 90% بميل لرايها. لان هي دايما انا اؤمن برضو مش مساله ان زوجه او حبيبه، اللي بيبقى شايف من بره او بيبقى بره الحدث بيبقى اصدق. بيبقى شايف احسن، بيبقى شايف بكل المعطيات. يمكن انا جوه الحكايه ببقى شايف فريم او شايف برواز واحد بس من خلاله بتصرف، لكن هي شايفه كل الحكايه فبتقولي لا ما تعملش كده او اعمل كده او انت غلطان في كذا. طبعا في الاول لا انا ما غلطتش، انا صح. فبعد كده بهدى مع نفسي بكتشف ان انا غلطت. طب انا شايفه ان هي بتلعب دور اخر الحقيقه في حياتك برضو، انها كانها مديره اعمالك. هل عشان كده انت قررت انها يعني ما تكملش في مجال التمثيل مع ان هي عندها كل المقومات، الشكل والقدرات والموهبه؟ هقول لك، وهي تصدق على كلامي وبدون تزويق، انا ما تدخلتش في حته انها تمثل او تبطل او تقعد. هو كل الحكايه اللي انا بقول لحضرتك هي فعلا مديره اعمالي حاليا، لكن هي القضيه مش كده. هي القضيه ان يسرى، وانا عشان كده بقول لك، هي عطاء كبير جدا. هي بتحبني، بتحب. هي شافت ان في ساعات هروح في حته وهي هتروح في حته وانا هبقى في حته، مش هيبقى نفس الحب بيكمل. يعني لو احنا كنا كل واحد في طريق ما كنتيش هتلاقي نفس النتيجه دي اللي احنا فيها دلوقتي صراحه. بس هي الحق منك ايه؟ لا ذكاء شديد. والله العظيم بدون قصد، بس هو انت لو يعني هي الحياه اختيارات. لا انت حددتي اولوياتك كمان. هي مش بس اختيارات، هي انا اولوياتي ايه في الحياه بالظبط. هي انت ذات نفسك شوفي انت عايزه ايه، وبعدين انت هتبقي محققه حاجه في حته، الحته الثانيه هتبقى ناقصه. هي خلينا كلنا صريحين مع بعض، ما حدش بياخد في الدنيا كل حاجه. صح طبعا. هي انت هتختاري دي فدي هتبقى ناقصه. يعني انا لو كنت كملت في التمثيل كان ايهاب هيبقى بيشتغل وانا بشتغل، ما كناش هنبقى عارفين نلاقي بعض. هنبقى بنروح مهرجانات وبنتكرم مع بعض، بنسافر مع بعض، بس طول الوقت احنا مش مع بعض. لكن الحمد لله احنا دلوقتي يعني اللي
اللي مسبب الحاله اللي احنا فيها ان احنا دايما مع بعض. يعني احنا حتى اي مشوار بنروحه اي مكان فين نصك الثاني ها بيدوروا عليا عارفين انا داخله وراه. حلو. بقالكم قد ايه متجوزين؟ 5 سنين 6 5 سنين خمس سنين وخمس شهور 5 ساعات 5 ثواني. اوكي مهمة قوي الحكاية دي الموضوع الخمسة. بما انك مديرة اعماله يا يسرى، هل لما بيتعرض عليه مثلا سيناريو بيتعرض عليه عمل الى اي مدى بيكون عندك سي او عندك راي وممكن ان انت تقنعيه يا اما يشارك فيه او ما يقبلوش؟ لا يا سايب لي المساحه، يعني اول ما حد بيبعت له حاجه بيبعت لي اقراها ايه رايك، فبقول له ده حلو او ده في حاجه كذا يعني تكير فيها حته كذا او كده، فبياخد لا بياخد برايي. يعني حتى لما بيتكلم بعد كده بيقول ان هو فيها في حاجه اختلفتوا فيها مثلا وانت كنت ايه بس بتطلع صح. هي اللي بتطلع صح. يعني في يعني في عمل كده الحمد لله اختلفنا فيها والحمد لله ما حصلتش خلاص. يعني عمل عملته انا وما اتعرضش الحمد لله، وهي كانت متضايقه منه جدا وكانت عندها نوع من انواع اللي يعني انا رافضه العمل ده تماما، وفعلا سبحان الله الى الان ما اتعرضش. واعتقد لانه ما كانش لون ايهاب خالص، يعني دايما ايهاب حتى من قبل ما احنا نعرف بعض من زمان ليه سيستم معين شغال بيه وبيعمله، وحتى الناس في الشارع لما بنقابلهم او نبقى قاعدين في اي مكان انت راجل محترم الفنان المحترم اللي بتعمل ادوار كذا ايا ما يكون بقى شر او كوميدي او حاجه، بس انت طالعه بتادي الدور بغير حاجه غير شخصيتك. فهو ما كانش شخصيه اياب خالص، فانا كنت شايفاها من الجانب ده. هو برضو مش القضيه طبعا مش من ممكن يكون الناس تروح خيالها في حاجه تانية، لكن لا هي مش زي ما احنا متعودين اياب. فانا ما كنت رافضه البرودكشن كله كان ما كانش حلو ما كانش لايق، الموضوع مش مظبوط، الحكايه ظروف كلها التصوير مش مظبوطه كله ما كانش. فانا لما اشتغلت دخلت من نوع من انواع التغيير والتحدي وتغيير الجلد والحاجات الممثل بيبقى بي يعني بيحاول فيها دايما طول ما هو شغال. هي كانت رافضاه، بس هو هي في حاجه مهمه جدا في اختيارات الفنان دايما، يعني هي لما بتقرا انا لازم اقرا، يعني طبعا لازم انا اكد على هذه القراءه، ولكن برضو انا ببقى بختار الدور اللي بينقلني نقل. يسرى بتبقى عندها الحته بتاعه يعني الدور ده مثلا هيعمل حاجه، ممكن بيبقى عمل من الجلده للجلده، ممكن يبقى عمل دور كبير جدا، بس هي شايفه ان هو مش هيعمل لك اضافه، مش هيعمل اضافه. فهي بتقول قرارها اقرا، فبقرا وبعدين برجع وبعدين بنقول بنتفق غالبا بنسبه كبيره جدا يعني. بس هو اداره الاعمال هنا المهم اللي حضرتك تقصديها كمان مش قراءه فقط، يعني مش او بناخد راي بعضنا في السيناريو فنعمل لما يكون عندي شغل او حاجه مشغول فهي بتقراها، لا الموجود هنا اداره الاعمال في التعاملات مع المهنه كلها. ويقال واعتقد ان حتى بيشتغل في المهنه بيقولوا علينا مديره اعمال شاطره جدا الحمد لله الحمد لله طلع عينيهم طب دايما بيقولوا وراء كل عظيمه امراه، وراء بقى احنا اللي بنقول وراء طبعًا. كل امراه عظيمه رجل رجل عظيم الحمد لله. ازاي ايهاب بيدعمك في كل حاجه؟ يعني دايما مثلا زي ما هو بيتكلم دلوقتي، يعني هو اللي هو بيقوله ده لوحده دعم اصلا كفايه، انا طبعا. مش محتاجه. لما بنقعد في اي مكان بيفضل يقول عن مميزاتي قدام كل الناس، اعتراف الراجل للست او يعني في رجاله بتتكسف دايما تقول لك ما بيقوليش كلام رومانسي، هو مش شرط الرومانسيه. يعني هو احنا مش رومانسيين قوي، يعني ممكن الناس تفتكر ان احنا قاعدين بنسمسم وبنقعدين على الشجر بنصوصو، لا ما بنعملش كده عشان الناس عمليين اكتر. بالظبط احنا عمليين، بس احنا كل واحد بيقدر التاني بالطريقه اللي هو بيحبها. بالظبط دي نقطه مهمه، او مش لازم يكون اللي بيحبها اكيد كل واحده نفسها ان جوزها يكون رومانسي وبيسمعها كلام حلو، دي طبيعه بشريه. بس زي ما انا قلت لك هي في معطيات وفي يعني في حياه وفي سيستم وفي طباع، فعليا ان انا اتقبل الطبع، لكن هو بيحسسني بطريقه تانية خلاص انا تقبلتها وحبيتها يعني. لكن هو ايهاب بيعترف بكل المميزات وبيعترف بكل حاجه، فده كفايه ان هو يخليني. طب بصي احنا قلنا اتفقنا في الاول هو طبعا عشان برج الجوزاء فاربع شخصيات في واحد 10 بالاضافه الى كونه فنان وبيتقمص الشخصيه بشكل مرعب، يعني احنا كمشاهدين بنتفرج عليه اللي هو ازاي قدر يعمل كده. لما بيرجع البيت بيعرف يفصل، هو رضي احنا بنبقى مع بعض واحنا بنصور يعني هي انت بتتعاملي ازاي بقى مع الجو ده؟ بتعامل مع كلهم عادي. بصي هي طبعا ما هو ده بقى اللي بنتكلم فيه الذكاء. انا طبعا ببقى عصبي يعني لازم نؤمن ان التقمص الشديد مش معنى ان انا اقتل فاقتل يعني، بس هو ايه بيبقى في لحظه كده ما بين المشهد والمشهد الاخر
يعني في اليوم بتاع التصوير هي بتبقى يعني حتى الناس اللي بتشتغل معايا هي بتقول لهم ما حدش يتكلم دلوقتي. اه ساعات بيبقى في حاجات صعبه مثلا فبيبقى متنرفز فعلا من قبلها وحتى اول ما بنصحى من النوم واحنا نازلين رايحين اللوكيشن حاله توتر. اه توتر جامد جدا فخلاص بقينا بقى عارفين يعني هي دايما تقول لي ايه مثلا في دايما في بيسموه ايه الديكور. اليوم اللي بيبقى فيه الديكور بيبقى فيه المشاهد الصعبه بيبقى فيه المشاهد الماستر سين بتبقى انت المشاهد المهمه الاساسيه في الشخصيه بيبقى في يوم صعب وانا يعني الحمد لله الواحد بيشتغل من قلبه قوي فببقى مش نايم كويس ببقى متوتر طبعا والحكايه دي عمرها ما انتهت مية ومش هنتهي منها. ايوه هي دي اكتر حاجه على فكره خلتني برضو احب ايهاب ان هو فعلا بيحب بيحب شغله قوي بيعمله يعني بكل جوارحه بالظبط يعني امين في الحته دي قوي صادق جدا ببقى في يعني بيبقى في نوع من قله النوم متعايش جدا مع الحكايه فهي بتقول للناس او بتقول لكل اللي حواليها ما حدش يكلمه دلوقتي خلاص لما انا ايه عارفه لما ايه وكمان بتقول صباح الخير ببقى انا من نفسي ايوه طبعا بتقولي وكمان رز والقاسم هو ايوه يا حبيبي هو في ايه اللي حصل فاقول لها ما فيش فبرضه دي من الحاجات المهمه يمكن قبل وجودها في حياتي ما كانش في حد يعني بيقول لك يعني عشان اقنع حضرتك مثلا ان انا متوتر مالكيش دعوه بيا ان انا اتوتر انت ما توتر لنفسك يعني مش مهم مش مضطريه ان انا اقنعك انت حر دي شخصيتك هي الحقيقه بقت زي ما بيقولوا ايه سفنجه بتمتص ده الحاجات دي بتحتوي قدام يعني انا ببقى داخل هي عارفه ان انا رايح مكان تصويري اليوم ده يوم شاق جدا يوم صعب بتهيئ لك كل الظروف عشان تشتغلي فيها صح جدا بتخرجي انا مجرد انتهيت من اليوم الصعب الشاق ده بتحول الى شخص اخر بقى يعني ما بحبش اخش في نقاش وخلاف يعني هو ايهاب ساعات حتى في الاول كنا اتجوزنا كان بيقول لي انت بارده انا مش بارده يعني انا عندك هدوء يعني هدوء يعني بحب بس ما بقتش بقيت عصبيه ضحكتك عشان انا بارده لا لا يعني انا بحب بالراحه وحتى لما لو في كارثه هي هاديه عدلي الجمله هاديه لو فيها ما انا قلت مش بارده انا هاديه بس انا يعني مش قلت لك انا ما اعرفش اقول حاجه أيوة جنبها برافو عليكي فكنت اقول له بالراحه يعني اي مشكله في الدنيا على فكره هتتحل طبعا وبعدين المشكله مين اللي جابها مش ربنا هي ليها حل طبعا فعشان كده دايما بقعد بالراحه وافكر فيها بالراحه واشوف ابعادها واشوف كل حاجه فعشان كده لما بيحصل اي مشكله ما بفعلش بسرعه فببقى هدوء بتنده لها تقول لها ايه اسم الدلع كدلع يعني يويو يويو يو يو. وانت بتدلعي تقولي له ايه لا بيبي يا ايهاب او يا بيبي حتى الاغنيه بوظت الدنيا بيبي اول ما طلعت الاغنيه قعدت اقول له بيبي يقول لي خلاص بقى كفايه ارحميني طب ايه رايك ان احنا نلعب نبتدي نلعب اللعبه يلا بينا بما ان احنا بنسال بقى يعني اسئله احنا اديناكوا ورقه كده وفيها اسئله هي الاسئله اللي عندك زي اللي عند يسرى بالظبط تمام هنشوف بقى اجاباتكم هتتطابق ولا هتختلف طب نحل وبعدين نجاوب ولا هنعمل ايه يلا يلا اوكي رتبوا كده الامور هنكتبوا كده حضراتكم تقروه يعني يعني هتقروه انتوا ايوه اوكي لو رتبتوا او ممكن نسالكم انتوا تقولوا ماشي يلا رتبتوا ايه طيب رتب اهميه الامور الثلاثه دي بالاولويه بالنسبه لك صحه فلوس وقت كتبت أنا؟ ايه انا صحه وقت فلوس صحه وقت صحة فلوس صحه وقت فلوس اوكي صحه وقت فلوس برضو كبه والله يا بتفضلوا الصيف ولا الشتاء صيف صيف طبعا انا بكره الشتاء وكل الناس انا عارفة. زيك بالظبط انا على السوشيال ميديا عارفين كلهم اول ما اكتب الشتاء كلهم يخشوا بكره الشتاء بجد بكتئب جدا وببرد جدا الشمس ولا القمر شمس شمس طبعا اكيد صيف يبقى شمس صيف طبعا الليل ولا النهار نهار انا الليل هنا بقى في واحدة أنا كائن ليلي صيفي إيهاب كمان عشان بيحب الليل عشان إيهاب عنده شجن كمان يعني إيهاب دايما يبحث عن الشجن في الحياة الصحراء ولا الخضرة ولا البحر بحر 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 أكيد طبعا طب أول حاجة شدتك لشريك حياتك كلمة واحدة بالنسبة لنا جمالها هاي يا يسرى يا عم محدش قدك النهاردة وانتي ضحكته انا قلت وتبته كمان على فكرة عشان ما نظلموش يا طيب جدا 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 وانتوا بتتفرجوا على فيلم هل بتتفرجوا في هدوء ولا اثناء احداث الفيلم بتعلقوا في تعليقات انا هكدب انا بهدوء
انا بحب اعلق جدا واشرح بقى لو اتفرجت على حاجه من غير ايهاب بيعمل ايه؟ ارحميني انا بقى بقوم مثلا لو اتفرجت على حاجه من غير ايهاب اقوم بقى كان انا الممثل والمخرج ومهندس الديكور واشرح له بقى وخد الزاويه من هنا وراح فجاه راحت فلاش باك راح ارحميني في ايه واقوم امثل له الحدث وفجاه اعلق بقى واتضايق وكان المفروض يعملوا هنا كده. طب نوعيه الافلام اللي بتحبوا تتفرجوا عليها ايه سوا؟ ابيض واسود طبعا. الابيض واسود احنا الابيض واسود ده حياه ده حياه بالنسبه لنا. كل ما هو افلام مصريه قديمه بقولي بقى باي حاجه اي حاجه معديه بحب اتفرج عليها. طب امتى اخر مره سهرت طول الليل وكان ايه السبب؟ كل والله يعني اعتقد ان دايما السهر بيبقى شغل يعني انا مش من النوع اللي بيسهر في اماكن سهر مش يعني ما انا شغلي بس لسه يسرى بتقول انك سهير بتحب الليل. ايوه ما هو هو قال انا بحب الليل. يعني انا حتى لو مش بشتغل انا قاعد سهران انا بحب يعني بحب الليل يعني بحب الليل بحب لحظه الليل والفجر يطلع ياه yeah. بحبها جدا جدا يعني بس انا سهري بيبقى شغل يعني معظم سهري يعني. وانت بتنامي بدري؟ لا لا بسهر بقى ما اعرفش انام قبل ما النهار يشقشق خالص برضو بس ياه بقى ما اعرفش انام ابدا لكن اسهر مثلا لا عادي ما بنعملش حاجه يعني مثلا لو راجعين من تصوير هو ده السهر بنحضر شغل قاعدين بنتفرج على فيلم بنقلب في الموبايل كالعاده. طب ايهاب ايه اكتر خروجه يسرى بتحبها؟ يسرى عموما بتحب البحر يعني يسرى لو قلت لها بحر دلوقتي يلا بحر بالليل يلا يعني هي عايزه تعيش على البحر يعني. طب اكتر خروجه ايهاب بيحبها؟ ايهاب اكتر خروجه بيحبها على فكره احنا متفقين في الحته دي احنا مش بنحب الخروج قد ما بنحب نروح نعمل حاجه هنتبسط فيها يعني ما فيش مكان معين بنحبه قد لما هنتبسط في المكان ده لكن الخروج والزحمه والحاجات دي لا الزحمه ما بنحبهاش خالص خالص يعني. طب ايه اكتر اكله ايهاب بيحبها؟ اكتر اكله ايهاب بيحبها ايهاب اصلا متعب جدا في الاكل يا جماعه هو على فكره يسرى طباخه درجه اولى بس هو كرهني في الطبخ ليه؟ اولا فيجيتيريان نحسوه جدا اوكي يعني مفيش اكل مفيش ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه تاني حاجه هيلثي فكل حاجه طبيخ او خضار او اي حاجه ما بيحبهاش نو فاتس نو مفيش زيت ولا سمنه ولا يعني مفيش تبتكري قوي في هتعملي ايه ولا فلفل اسود ولا بهارات لما تحطي حتى نكهه ما يحبهاش ايه ايه ده هتعملي اكل فين المزاج يعني انا بالنسبه لي الفول الفول انا فطرت فول النهارده 24 ساعه اكليني فول ده اكله انا بالنسبه لي عشق ما انت بقى ابتكري بقى مره فول بالطحينه ومره هو انت ما بياكلش طحينه كمان ما بتاكلش ايوه لا دايما بيقولوا ايه نوعها مشكله طريق الى قلب الرجل معدته خالص الا ايهاب اهو رفيع وما بياكلش وكل حاجه بس احنا متفقين في الحته دي السلطات بقى حلوه هي بتعمل طقس يعني هي ممكن هي ممكن تعمل لك شوربه احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يعني ممكن تعمل لك شوربه الشوربه فيها طقس يعني تديها لك كده بشكل لطيف ايوه هي اكتر حاجه بيحبها مني انا اكتر حاجه مميزه شربة. بعملها له حلوه شوربه لسان العصفور عشان مفيش حاجه خالص بحقق له كل المطاق بالميه من ما انا بعملها له بحرقه ده السر شفتي بقى طب الميه بقى انا عازمكم كلكم على شوربه لسان العصفور عشان لا والسلطات انت كمان مميزه في السلطات بعمل سلطات لان هو طبعا بعوضه بالسلطه بقى ايه انا اكتر اكله بحبها ايه هي يلا بالنسبه لها طب بالنسبه ليسرى انت اكتر اكله هي بتحبها ايه بص هي اي حاجه فيها سرعه يعني فراخ مشويه انت ما بتاكلش اي حاجه ولا طيور ولا لحوم ولا سمك ولا اي حاجه لا سمك اسماك سمك ممكن طبعا سمك ده حياه طب الحمد لله لكن ما باكلش اللحمه الكبيره يعني اللي هي الكبده اللحمه الفراخ لا ولا بتل خالص طب لو ابتدينا نتكلم بقى على اعمال ايهاب ايهاب فهمي اكتر حاجه بتحبيها له وتشوفيها كده تقولي الدور ده يعني دور العمر 604 طبعا نصيبي وقسمتك انت شايف كده برضو 604 دور لم يتحقق ولن يتحقق لان بتعملي شخصيه استثنائيه مش شخصيه عاديه انت بتعملي شيطان فالشيطان يعني مش كل شويه عامل شيطان الشيطان بيتعمل مره واحده يعني وبتجسيده وبطريقته وبادائه وبنوعيه الكتابه اللي كان كاتبها الاستاذ عمرو محمود ياسين وبالطريقه
كانت الحقيقه طريقه عبقريه جدا. وطبعا اخراج اكرم فريد، اعتقد وانتاج احمد عبد العاطي منتج مهم جدا. اعتقد ان احنا عملنا 5 حلقات بس هم كانوا مكثفين. يمكن بيتعرض على كل اليوتيوب او شغال دلوقتي، كان بيتعرض كفيلم لحد النهارده، بيتعرض كفيلم اعتقد النهارده، ونسبه المشاهدات بتاعته عاليه جدا. دي من الادوار الاستثنائيه اللي ربنا يعني ربنا كان كرمني فيها جدا جدا. انا حبيته كمان اكتر لانه كان ايهاب عنده تحدي كبير وكان متخوف جدا قبل التصوير. وانت لما قريتي السكريبت حسيتي؟ لا طبعا انا مش محتاجه اقرا ورا عمرو محمود. لا اكيد اكيد، بس تخيلتي ايهاب في الدور ده؟ طبعا، وهو كان خايف جدا وقال انا خايف، مش حاسس ان هيطلع، مش عارف، كان البعد عن الشكل، انك تلعبي بالشكل بالظبط، سهل جدا انك تطلعي الحواجب وتحمري العين. طبعا عندك عمل شياطين استاذ محمود المليجي. طبعا، فان انت تقدري ان انت توصلي ان انت تبقي مقنعه او يبقى في مقارنات كانت صعبه جدا بالنسبه لايهاب انا عارفه. فعشان كده اتبسطت ان هو تحدى نفسه وطلعت النتيجه حلوه جدا، والناس كانت مبسوطه، ردود الفعل كانت حلوه قوي على ال5 حلقات دول. ميرسي لك جدا. طب ايه مشاريعك في المستقبل؟ يعني هنتفرج على ايه؟ هنتفرج اعتقد قريبا هنا على مسلسل الونش، ده بطولة زميل النجم محمد رجب، محمود عبد المغني، وانا ومريان حسين ومنى فضالي، مجموعة كبيرة جدا من الممثلين، وقصه سيناريو الاستاذ احمد فتاح، اخراج الاستاذ اسماعيل فاروق، انتاج سينرجي. اعتقد ان دور جديد تماما، مختلف تماما. هنشوف عموما المسلسل حلو جدا، مش عشان فيه والله، قصته مهمه جدا. بنتفرج على قصه فيها تمثيل رائع، وفي مباراه كده بين كل الناس. بيحكي عن ايه؟ يعني كده بس يعني. لا نبذه كده. انا احرقه. يعني علاقه اصدقاء واخوات، اكتر من اخوات، هما بيتحركوا مع بعض على طول. طبعا معانا الاستاذ محسن منصور، 4 اصحاب بيتحركوا مع بعض. حلو. من خلال بقى احداثهم وحياتهم، وبنتفرج على حاجات بقى كتيره جدا تخص الحياه اللي بيعيشوها، وبرده بندي نصيحه وارشاد، وبنقول ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش. حلو قوي. طب انا عارفه بقى ان جزء اساسي ومهم جدا في حياتك هو المسرح، بما ان تم التجديد ليك طبعا الف الف مبروك كوزير المسرح القومي، فين المسرح من ايهاب فهمي كفنان كممثل؟ هو الحقيقه قبل تعييني كمدير المسرح الكوميدي كنت انا بشتغل على خشبه المسرح، مسرحيه سيره الحب، كانت اخراج الاستاذ عادل عبدو، انتاج مسرح البالون. والحقيقه جاء قرار تعييني. فمن اللحظه دي انا دايما بقول يعني الانسان لازم يبدا بنفسه في كل القرارات يعني. فانا ما بحبش حكايه الخصم والحكم، ما بحبهاش. فانا كنت مدير مسرح الكوميدي ثم مدير المسرح القومي، فخدت قرار على نفسي ان كل المسارح التابعه باستثناء، لان البالون اسمه قطاع الفنون الشعريه والسرديه، مالوش علاقه بقطاع البيت او البيت الفني للمسرح، ان انا ما اشتغلش جوه البيت الفني للمسرح طول ما انا مدير. تركت منصبي ما اشتغلت، لان الفنان يعني زي دايما بقول تزول المناصب ويبقى الفنان. طبعا. فانا ببدا بنفسي، لان مساله ان انا ابقى خصم وحكم واقيم نفسي واعمل دعايه لنفسي، طب ما هو مش صح يعني. انا احط مجهودي، والحمد لله المسرح القومي في ال3 سنوات الماضيه يعني تم عروض ناجحه جدا، من ضمنها الوصيه، من ضمنها في انتظار بابا، من ضمنها الحفيد، من ضمنها ان شاء الله البروفات شغاله على قادم مساق مسرحيه سيدتي الجميله جدا، وهي عن بيج مليون، برنارد شو، مدام داليا البحيري واحمد وفيق، واخراج الاستاذ محسن رزق. المسرح القومي بيقدم اعمال مهمه جدا. المسرح القومي هو دره المسارح في الشرق الاوسط. متأكيد. شرف عظيم، انا يمكن اقل منه بكثير، ان انا اسمي هيتكتب او هيكتب في تاريخ من كان مدير المسرح القومي، لان هم عظماء عظماء عظماء. عمالقه طبعا. فانا اتمنى طبعا اشتغل مسرح. المسرح ده حياتي، وانا خريج معهد علي في المسرحيه. والمسرح حاله من التمثيل وحاله من المشاعر. مفيش فنان ما لو سالتيه مهما كان فنان موهوب حقيقي بيحب فنه، اول ما يجي له المسرح يقول لك الله نفسي اشتغل مسرح. كلنا بنقول ده، بنتمنى، لان مساله رد الفعل الجمهور في لحظتها في وقتها بتبقى حاجه عظيمه. لا
لا هو كمان انا عايزه اضيف حاجه، انه لما ايهاب عمل سيره الحب كان عن قصه حياه بليغ حمدي. فطبعا صعب ان انت النقله اللي طبعًا. بعد كده تبقى ايه طبعًا. في المسرح اكيد يعني في ادوار بتقفي عندها، يعني بتاخدي بقى فتره على بال ما تشوفي حاجه تبقى قويه. اعتقد ان بالنسبه لايهاب في المسرح، بما ان انا مديره اعماله طبعا، ان هو يعمل حاجه هتكون اكتر من ان هي قصه حياه بليغ حمدي، لان كمان المسرحيه كانت حلوه جدا. لا والجمهور هيبقى منتظر منه ده كمان، يعني طبعا. انا لما هروح مسرحيه علشان اشوف ايهاب فهمي اخر حاجه هتكون في بالي هي سيره الحب، فانا متوقع ان هو هيعمل حاجه اعلى عن كده. يعني طبعا. لما كان بيجي جمهور وكان بيجي ناس عارفه بليغ حمدي كانوا بيقعدوا يعيطوا ويجوا ايهاب انت بليغ حمدي. الله اللي هم اصدقاء استاذ بليغ حتى يعني الله يرحمه، اللي هم دي اكبر شهاده بقى بالظبط كده. انا اللي انا يعني في كتير، انا مهما قلت لحضرتك اصدقاء الموسيقار العظيم بليغ حمدي او من عاشوا في عصره او من زاملوا، انا كنت بسمع كلام يعني مش يهز وجدان، يخليك تتوقفي عند المسرحيه دي ما تعمليش حاجه تاني. تفضلي تعمليها طول عمرك يعني، لانك انا طبعا انا مغرم، وكل المصريين وكل الفنانين مغرمين بشخصيه الاستاذ بليغ حمدي وفنه العظيم. طب ما ده يخليني اسالك، انت ازاي فعلا بتتقمص الشخصيات بالشكل ده؟ يعني بتعمل ايه؟ بتذاكر ازاي؟ بتستعد ازاي؟ بصي هقول لك على حاجه، انا ممكن اقول اول لحضرتك وارد ردود دلوقتي، اللي هو انا بقعد وببص وبتفرج. لازم نؤمن ان هناك توفيق الله طبعا، يعني اكيد نمره واحد توفيق ربنا. هو اللي بيرشدك بقى بتعملي ايه ما تعمليش ايه. انا شخص بطبيعتي بخش يعني بكبشر قوي، يعني انا بكبشر الاشياء، يعني بلقطها بصورها يعني بقعد ساكت كتير بتفرج. يمكن سكاتي الكتير ويمكن فرجتي الكتير على حاجات كتيره جدا هي دي المذاكره الحقيقيه. ودايما يقول لك التعبير الداخلي اصدق من التعبير الخارجي. كلما غصتي في، يعني انا لما اخد شخصيه الاستاذ بليغ حمدي الموسيقار العظيم ده، ملامح الشكليه مش قوي، مش قريبه، لكن لما تعيش جواه قوي هتبقي قريبه من وشه قوي. يعني لما تعيش هو كان بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيسمع ازاي، بيتكلم ازاي، بيتحدث ازاي، بتتفرجي من خلال البرامج او الحاجات اللي كان بيقولها. هو كان عنده طريقه في الكلام، كان عنده طريقه في نطق الكلام. طالما انا بس لكل ده الشخصيات، اقصد المجسده اللي انا بجسدها نشفتها، لكن ما بتعملي شخصيه عاديه بتشوفيها بقى من الحياه، الدكتور، المهندس، السايس في جراج، بتشوفي كل واحد بيتصرف ازاي، بتنقط منه الافكار. انتوا نورتونا واسعدتونا، ميرسي جدا. ما شبعناش منكم الحقيقه، الوقت جري جدا، ولكن يعني هناخد منكم عهد وتعهد ان انتوا مره ثانيه تشرفونا وتنوروا بيت السفير عزيزه، ونستكمل الحديث الحلو ده وندوق الشوربه. ايوه نخلي يسرى تطبخ لنا الشوربه. اتفقنا. ميرسي، وانا سعيد مع حضراتكم جدا والف شكر. واحنا في انتظار دورك بقى في الونش على دي ان تي ان شاء الله. ان شاء الله. النجم والفنان الجميل ايهاب فهمي ونصه الحلو ومديره اعماله الجميله يسرى كانوا ضيوفنا النهارده في بيت سفير عزيزه. نتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا معانا بيومنا، ان شاء الله بكره يوم جديد سفير عزيزه.